حقيقة هذه ليست المرة الأولى الذي أو التي يجرب فيها عناصر التنظيم الإرهابي حظهم العاثر نعم لاستهداف قطاعاتنا العسكرية. كان لدينا معلومات استخباراتية أن هناك نوايا لعناصر التنظيم الإرهابي التعرض على قطاعاتنا البطلة في منطقة العريج. نعم. وأثناء محاولتهم التعرض على قطاعاتنا البطلة تصدت لهم القطاعات وتم قتلهم والقضاء عليهم بشكل كامل على يد أبطال قوات الشرطة الاتحادية البطلة. نعم. ما يحاول بعناصر التنظيم الإرهابي حقيقة هو يعني جعل نصر إعلامي لا أكثر، الغاية منه رفع معنويات عناصرهم بعد أن منوا بخسائر كبيرة في معارك التحرير الأخيرة. نعم. هذا لن يثنينا، التقدم مستمر، قطاعات مستمرة، وإن شاء الله سنحقق الانتصار ونطهر ما تبقى من أحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل على يد أبطال القطاعات المشتركة العراقية. حقيقة قطاعاتنا البطلة في قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير مناطق عديدة، وكان آخرها حي الصحة الثانية ورفع العلم العراقي فوق مبانيه. نعم. بعد تكبيد عدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات. أيضا قطعتنا في قوات الشرطة الاتحادية وفرقة رد السرعية متواجدة في منطقة الموصل القديمة في منطقة الفاروق المحيطة بجامع النوري ومنارة الحدباء، بعد أن تم تطويق المنطقة القديمة وعزلها عن أي إمداد من المناطق والأحياء التي لا زالت تحت سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي. وفي محور الفرقة التاسعة البطلة بعد أن تم تحرير قرية شويتة والعصفور وسيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة، كذلك تحررت قطعات الفرقة التاسعة البطلة قرية حليلة، وأيضا سيطرة بوابة شام المدخل الغربي للساحل الأيمن لمدينة الموصل، وإدامة التماس مع المناطق الشمالية دي الجانب الأيمن. نعم. من مناطق مشيرفة وحاوي الكنيسة. أبطالنا الآن يسيطرون على 70% من مساحة الجانب الأيمن لمدينة الموصل. نعم. وإن شاء الله مستمرين بعملية تقدمنا، هذا الجانب تم تطويقه بشكل كامل. عسكريا نستطيع أن نقول أنه أصبح تحت سيطرة قطاعاتنا، ما تبقى هو عمليات التحرير والتطهير. تقدمنا نعم يكون بحذر بدقة، الغاية منه هو أن نحافظ على أهلنا وناسنا في مدينة الموصل وخاصة في الساحل الأيمن. مسألة النصر ما هي إلا مسألة وقت إن شاء الله، وسنعلن تحرير وتطهير الساحل الأيمن لمدينة الموصل. حقيقة أشرت في كلامي أنه تقدمنا يكون بحذر دقيق ودقيق جدا، الغاية منه هذا التنظيم الإرهابي استخدم المواطنين أبرياء كدروع بشرية، لهذا نعم. نتقدم بدقة، نتقدم بحذر، وأيضا نشرنا مفارز القناصين، الغاية منه هو استهداف عناصر التنظيم الإرهابي وتحييدهم دون إيقاع نسبة خسائر بصفوف المواطنين الأبرياء. لكن نطمئن المواطنين وأهلنا وناسنا، نحن مستمرون بعملية التقدم، نتوغل بشكل دقيق، نحقق انتصار، نقضي على عناصر التنظيم الإرهابي، وإن شاء الله قريبا سنحرر ونطهر المنطقة القديمة بشكل كامل على يد أبطالنا في قوات رد السريع وقوات الشرطة الاتحادية البطلة. يعني حقيقة أهلنا في الجانب الأيسر مطلوب منهم التعاون بشكل مستمر مع القوات الأمنية العراقية والأجهزة الاستخباراتية، عليهم إبلاغ عن أي حالة مشبوهة أو عن أي من عناصر التنظيم الإرهابي الذي كان متورط مع عناصر داعش. قطعاتنا البطلة جاءت لغرض توفير الأمن والأمان، والحمد لله وشكر الآن نرى أن الساحل الأيسر لمدينة الموصل حقيقة عمليات إعادة حتى موضوع الخدمات على عاتق الأجهزة الخدمية. نعم. القوات الأمنية الموجودة هناك توفر كل مستلزمات الأمن، لذا الأمن هو مسؤولية الجميع ويبدأ من المواطن. صحيح. أتمنى وهذا عهدي بأهلي وناسي في الجانب الأيسر بمدينة الموصل أن يستمروا بعملية التنسيق وقنوات التواصل مع القوات الأمنية والعسكرية لغرض منع عناصر التنظيم الإرهابي أو من يخول أو تسول نفسه العبث بالأمن والنظام. إن شاء الله الأمن والنظام مستمر والحياة الطبيعية، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل بعد أن يحرر الساحل الأيمن ستكون هناك أيضا عودة الأمن والأمان لأهلنا وناسنا وأحبائنا في مدينة الموصل العزيزة. حقيقة الكل يعرف أنه الجهد الكبير يقع على عاتق القطاعات العسكرية العراقية والقطاعات نعم. المشتركة، من عملية استقبال المواطنين في خطوط الصيد وتأمين الحماية لهم ونقلهم إلى مناطق آمنة،
ومن ثم البدء بعملية نقلهم إلى مراكز الإيواء التي أدت لاستقبالهم وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم من خلال الوزارات المختصة والمنظمات الإنسانية والحكومية والأمم المتحدة. نعم. نحتاج إلى جهد أكبر خاصة للمواطنين النازحين، أعداد كبيرة بالآلاف، لهذا نحتاج إلى جهود كبيرة لكل أجهزة سواء الوزارات الحكومية أو الخدمية أو المنظمات الإنسانية وحتى منظمة الأمم المتحدة. أتمنى أن تكون هناك جهود أكبر لغرض إغاثة أهلنا وناسنا بعد ما مروا بحقيقة مأساة كبيرة من عملية تركهم لمنازلهم ومناطقهم وذهابهم إلى مخيمات النزوح. لكن حقيقة هناك جهود كبيرة، هناك متابعة دقيقة، الكل يحاول أن يقدم كل ما يستطيع إلى أهلنا وناسنا في المناطق أو مخيمات النزوح.